رشيد يقول: إذا وضع الطعام وأذن المؤذن للصلاة فهل يرخص بتناول الطعام وترك الصلاة؟ إذا وضع الطعام يقول وأذن للصلاة فماذا يفعل الإنسان؟ هذا إذا حصل صدفة ما قصد قدم الطعام وهو يرغب فيه فإنه يبدأ بالطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولو الغائط. أما من يرتب هذا ويجعل الوجبة وقت الصلاة أو صلاة الجماعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه مقصود ولم يأتي من غير قصد. نعم.